أسعد الله مساءكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة. رمضان كريم وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. اليوم حلقة استثنائية وجميلة، حلقة روحانية فيها الكثير من الإيمان، ونحن في مرقد حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضوان الله تعالى عليه. نشوف أجواء الحضرة القادرية، نشوف هذه الأجواء الجميلة في شهر رمضان من وسط منطقة بغدادية مهمة. كل هذا وأكثر راح يشاهدوه في رمضان هنا كل يوم الساعة 9 مساء الطيان. أحبتي من جديد نبدأ حوارنا ويا هنا وناسنا المتواجدين في الحضرة القادرية الشريفة. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم أجمعين. إن شاء الله أنا وعشمت حياك كم العراق إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جنابك دائما تجي للشيخ عبد القادر دائما متابع علي تكرر علي دائما تتكرر أنا دائما أجواء أيام رمضان في الحضرة القادرية لها خصوصية حلوة والله صراحة غير أجواء كل جميلة وما شاء الله شفت العالم هواية هنا كفطور هنا جون فطرون بالحضرة القادرية وأجواء جميلة والحمد لله والشكر أجواء جميلة كلها. شنو أهم دعاء تدعي أنت رمضان؟ والله شهر شهر مبارك شهر طاعة هذا الحمد لله والشكر. أدعي بالاستقرار إن شاء الله بلدنا شعبنا نتكافئ ونسعد وحدة كليتنا إن شاء الله إن شاء الله وأتمنى الخير لكل أمة محمد إن شاء الله في عدنا إن شاء الله. خلينا نشوف الحجية. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم عليك وعلينا وعليكم إن شاء الله. رمضان إن شاء الله خير وبركة عليكم عليكم وعلينا وعلى أمة محمد وعلى الإسلام أجمعين. آمين يا رب. آمين. حجية حسينك راحة نفسية من الطبين الشيخ عبد القادر؟ طبعا ها إحنا من قديم الزمان يعني إحنا ربينا هنا أي أي الحمد لله خير وبركة على طول. شو وقت تجون ببيت ساعة تروحون؟ لا احنا ما يعني انه وقت يعني نجي بس احنا نجي وقت الصلاة مثل وقت الزيارة نجي على طول احنا العائلة بس احنا لا بس قليل جاية جايين كليتنا دائما تجون تجتمعون عائلة اي اي نجي نجتمع عائلة هنا لان هنا اقول تلقى شوية شلون نرتاح من يا منطقة حجي احنا بالبلديات احنا كنا هنا ما شاء الله بعيدين هسه اي احنا كنا بهنا هنا كنا من هاي المناطق كنتوا بالفضوة اي 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 فضوايات قريبة اي بس طلعنا للبلديات بس مع هذا تجون نجي حتى لو بعيدين اي اي نجي الله يبارك بيكم الله يخليك ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم يا عيوني ان شاء الله ايام خير وبركة يوافق الجميع ان شاء الله حياكم الله حياكم الله شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حجيتنا شلونك؟ رمضان كريم عليك. كل عام وانتم بألف خير. أسعد الله أيامك إن شاء الله. الله يسلمك خالد. يا رب إن شاء الله نشوفكم بحال أجمل كعراقيين. إن شاء الله صحة وسلامة. آمين. آمين. شنو اللي تتمنيه بشهر رمضان دائما؟ رز الأمان. كل شعب العراق إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. صحة وسلامة. ان شاء الله تجون دائما الشيخ عبد القادر نجي دائما عبد القادر اللي قايل انا بعد عيني دائما نجي طلبين منا شيء الشيخ دائما والله مهل البيت الله ثم هم ينطون امراض ايش ما ينطون الحمد لله ابو خمره ابو حنيفه اهل البيت كلهم ينطون امراض الحمد لله ان شاء الله يا ربي يتحقق اللي تتمنى الامان اي والله كل شيء مريض الصحه والسلامه زين خذ راعي بيتنا كل شيء مريض ان شاء الله يا ربي الامان احنا نمشي رد الامان وين أكثر مكان ترتاحي له بفترة رمضان؟ وين تروحين؟ والله أكثر شيء هنا عبد القادر القيلاني. هنا. إي إي. يعني حتى ب 28 بيوم الإسراء والمعراج هنا نجي. من الصبح لليل. زين حياك الله. يا رب إن شاء الله يتقبل كل رحمة والديك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. اللهم علينا رب العالمين. يعزك يعزك. الله يسلمك. شو اللي تتمناه دائما؟ والله أتمنى الخير، سعادة، العالم تطلع الجوع، نشوف المرافق الحلوة، شيخ عبد القادر، أبو حنيفة، العالم يعني ما تبقى محصورة برمضان، العالم مخنوقة. دائما والله تطلع زيارات، تشوف العالم، تشوف يعني حلوة من واحد يجي. بيتي مرقد بيتي يصلي زين زين انت دائما تجي العائله الكريمه اي على طول اجيهم انا على طول اي على طول اجيهم مو الا برمضان حتى عادي ايام العاديه حتى بالايام العاديه عادي. وين سكنت؟ انا لا طائفيه طائفيه مو كلش بعيده اي يعني كنت يعني الكرخه يعني هي قريبه على انا كنت من اني ولد من متزوج انا اجي الشيخ عبد القادر ما شاء الله يا يوم
يعني تحس بروحانيات أكثر ب. والله هي كل أيام رمضان حلوة. بالشيخ تحديداً يا يوم. بالشيخ والله هي على طول يعني الجمعة. الجمعة؟ الجمعة هي. الجمعة تصير حلوة. تصور ليلة القدر. ليلة القدر بعد أفضل من كل الأيام. يعني هو رمضان كله حلو. كله حلو. كله رمضان حلو. آه يا رب إن شاء الله الدوم إن شاء الله بخير. علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي إن شاء الله وعلى كل العالم إن شاء الله الله يخلصوا من الظلم هذا. آمين. 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 كل عام بخير إن شاء الله ورمضان كريم. شكرا حياكم الله. نستمر بتجوالنا في حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ونشوف بقية الناس. خلي الكاميرات تجي تتجول. نريد نصعد إلى المكان الآخر اللي هو مكان العوائل. حاليا هذا مكان الرجال. انتقل إلى العوائل. السلام عليكم. رمضان سلام. كريم عليك. علينا وعليك إن شاء الله. شون تشوفين الأجواء الحضر القادرية هنا؟ والله أجواء تخبل كلش حلوة ومتاح بيها. دائما إحنا نجي هنا أنا. أي يعني نجي أوقات محددة ثمانية بالسبعة مثلا. جيد. أي. من يا مناطق جنابك؟ والله أنا من بغداد منطقة شارع حيفا. ها قريبة هنا. أي قريبة علي دائما. طيب شنو أكثر شيء تحسين مميز بوجودك بالحضر القادرية؟ والله هي الراحة النفسية هنا أنا شوية يعني. نجي ناخذ متاعنا ويانا نجي هنا الحمد لله. بالايام العاديه هم تتجمعون هنا مثلا تتعشون او اي نتعشى هنا وبذا خص اذا عندنا مراد نسوي جدر دولمه ونوزع هنا اي ونجي اطفالنا وعوائلنا كلنا. طيب تجي فتره السحور الحضره القادريه موجودين هنا بها ناس قبل السحور؟ اي قبل السحور اكيد موجود ناس. اكو ناس تسحر هنا احنا قررنا اتفقنا يعني ان شاء الله قلنا نسحر بشيخ عبد القادر بين فتره وفتره يعني نجي. جيد. تشوفين اليوم الأجواء الرمضانية عن قبل أكو اختلاف أكو فرق مثل أي أكو فرق شنو الاختلاف؟ قبل كانت الأيام حلوة يعني ناس طب على ناس وناس تساعد ناس وناس تدز الناس. طيب. هسه لا كل من بيته قاعد ووحدة يعني مثل ما يقول يعني صارت شوية بعد مو مثل قبل. اي ممكن مواقع التواصل همين اثرت اكيد اكيد تليفونات كنت انا حسب ما قالت السولف تقول احنا برمضان كنا نقعد بالباب للصبح ونسحر. هسه لا كل من يفطر ينام يطلع هيجي يعني بس مو مثل قبل. بس مع ذلك ان شاء الله خير رمضان هذا السنه. طيب. يا رب. شنو اللي دعيتي كدعوه لك خاص ايش دعيت؟ دعيت دعوه والله يا ربي اقول الامن والامان ان شاء الله. ان شاء الله بعد الامن والامان ودعوة خاصة بيها. خاصة كلش خاصة. يلا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. الله يستجيب لكم إن شاء حبيبي. الله حبيبي شكرا جزيلا شكرا لقناتكم الموقع. حياك الله. رمضان كريم عليك مرة أخرى. علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين. شكرا جزيلا شكرا. خلي نستمر ويا بقية الناس والعوائل. خلينا نشوف حجياتنا هنا. السلام عليكم حجية. رمضان كريم عليك. صحة وعافية. عافيكم ويخليكم الجهنة. إن شاء الله يا ربي كل أيامك خير وبركة. يما ما اقول شيء يمي بسر اللي زيدوا راسي ونعم بالله اللي تسمية والله وحق هذا على سدى قبل ثلاثة أمر الحمال ضغط وما عندي فلوس على ما جات تقاعد أنا من الشاهدة على ما جات تقاعد راح أخذ 35 يعني شنو الأمر خي زيدوا راتبني ما التقاعد؟ اي أيوة والله 300 يطولي زين يعني ما مكفيك للتقاعد؟ شو مكفين؟ ايش عندي بيت؟ هو واحد كان ويحفظكم بجاه النبي وراح استشهد. ابنك؟ ايه الله يرحمه. هو راح لا بيت ولا حال ولا مال بطرق العبايه ورحمه الله الواسعه. نعم بالله. شو نسوي بعد؟ اذا ابن هذا ابني قول لي. الله يرحمه برحمته الواسعه. طيب امي انت اللي عندك علاج يعني تريدي محتاجته ضروري؟ والله ابني غير بس مال السكر مال الضغط مال القلب مال الذبحه شنو شو تقول لي؟ اكو راشيته معينه نقدر نجيب لك اياها؟ لا ابني خلف الله عليكم يا ذوق. لا لا تريدين هسه نجيب لك علاج؟ لا خذيت تقاعد رحت اشتريت يا ابني. زين شو اسوي؟ بس اطيق الله يعينك. بس انا عن نفسي عني ابنك ان شاء الله الله يسلمك ليساعدك اذا عندك علاج هسه اجيب لك اياه او اذا بالزايد باكر ادزك لا حبيب بعد عمري والله يعطيك العافيه. أنا بيت ما عندي يا والله أمي يم أختي يم أخت الله يوم أروح يم أخت الله وقاضيتها ما
ما عندي بيت ولو. الله يعينك. اكو امور يا حجية يعني اتمنى اني من الجولي من الناس اتمنى عندي صلاحية اتمنى عندي شيء اقدر ساعدكم بيه. بس علي علي راتب يعني. صحيح. بس الراتب لو بس يزيدونا اخلي سوي 500 هم ال 200 يشيلنا. صحيح. الله يعينكم. طبعا هاي طاني ال 100 اللي ما يعرفوه المسؤولين انه ال 100 الف عند الفقير تفرق مو صعبه هي تفرق ال 100 تدي الدواء ابني تدي الحاجات اللي نريدها ما نريدنا ناكل ما بيه. الله يعين الناس والله يا امي الله يعين الناس الفقيره. وايد ثلاثة عندي هسه شهداء اثنين راحوا شهداء هو وابوه راحوا المردو الله يرحمه تذكر من المردو هذا باليوم اللي رمالي رايح وكان هناك عنده معاملة مال سيارة وراح المرد من يوم اللي يضربون المحافظ وراح المرد هو وابنه الكبير وراح حتى مال سيارة من طوها والله العظيم لا حول قدروها ب 12 مليون انطوها 3 ملايين من طوها ياكلها وهي خلافهم كلهم يجي دج لان 12 سنة صار من يوم الضربة والمحافظة والله الله يعين الناس والله يا أمي ما عدد شن سوى ماتت الله رباتهم وسوتهم أنا ما أريد قهرش ربي يعينك عيني كان معيني وراح وقت يا رب الله المعين إن شاء الله يا ربي يعينك إن شاء الله يعطيك العافية والله بس الله يخليكم خير والله الله يسلمك منالك الخير الله يعزك ويزيدك وعذرينا بتشيناك اسفين والله ابكي انا جاي انا ابكي على ان شاء الله يا ربي الله يرحمه ورحمته ويعينك حجينا السلام عليكم امي شلون الصحة بس لزميلنا هذا المايك خليه مش مايك لا خلينا نسولف وياك انت الخير والبركة رمضان كريم عليك وأسعد الله أيامكم إن شاء الله يسلمك دائما تجون الحضرة القادرية هنا اي نجي نزور واحد وين يروح يضوج عاد يجي واحد يزور وهذا اللي يروح للبيت هاي ابن المرحوم شو يسوي من مناطق قريبة لو بعيدة لا والله قريبة هنا هنا بهاي المنطقة المربع لا لا ب 52 كرادة احنا كرادة بالكرادة اي انا اعرف اكثر الناس اللي يتواجدون بالحضرة القادرية من المناطق القريبة الفضل إيه القريبة أي طيب اليوم العوائل الكريمة تحب أنه تتواجد في هاي الأماكن خاصة في شهر رمضان أي رمضان عبد القادر أي الشيخ عبد القادر بحديث من المرض الله عنه يعني دائما يتواجدون بهاي الأماكن نسائنا أمهاتنا يحسن بهاي الأجواء الروحانية الدينية يحبن هاي الأماكن تحبون هاي الأماكن؟ يقعد واحد وين يروح غير يجي ينفح عن نفسه يجي يزور يندعي لأمة محمد آمين إن شاء الله والله الله يحفظكم ويخليكم آمين إن شاء الله آمين يا رب نشكركم جزيل الشكر تسلم أهلا الله يعزكم أنا أريد الصحة والعافية لكم إن شاء الله أنتم الخير والبركة الله يعزك يا رب بارك فيك حجي طول بعمرك إن شاء الله خلص تعال خلي بس نزع الحذاء السلام عليكم عمي رمضان كريم عليكم صحة وعافية إن شاء الله إن شاء الله شلون تشوفون الأجواء الحضرة القادرية والله إلى الأجواء يعني كل يعني بيها تسامح وبيها احترام باي مكان يعني احنا هذا ما نستعمين به إن شاء الله إن شاء الله يعني الاحترام والتسامح واحد يحب جواه وشهر رمضان يعني شهر مو بس إنه عبادة لازم نغير ما في داخلنا نغير يعني هذا اللي نسامح مع نفسنا ومع الناس تقالف ويا اصدقاء ويا جاره ويا اخوه ويا امه هاي الاشياء يعني الكل يسهل يعني تسامح يعني نصوها اياها صحيح وان شاء الله يتوحد مانا الشعب ان شاء الله وماكو فرق بين عشان شيء انا جاي ماكو فرق ماكو فرق بس يعني الشيخ عبد القادر للكل للكل صح والحسين والعباس وعلي سلام الله عليهم هم الكل طبعا بس هم ذول انا دائما اقولها قال اقولها الرسول عليه الصلاه والسلام من اطلق وقال ال بيتي ال بيتي هل قال ال بيت فلان او لا قال ال بيت واحد فاحنا بيت واحد بس لعبوا بينا ما ادري شنو يعني خلوا الناس انت كذا انت منين انت كذا هاي عيب الحجات عمي اللي الله خالق انسان واحد ترى اللي عنده عقل وواعي وناضج يعرف هاي الاشياء هو صحيح ويعرف الحق من الباطل يعني يا رب ان شاء الله خير عليكم ان شاء الله ان شاء الله سنة سعيدة واشكركم الله يعزك ان شاء الله هذا الامان تو يا من جاي اليوم والاحترام
مات ويا زوجتك. ويا زوجتك. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم عليك. علينا وعليك إن شاء الله كل سنة وكل عام. آمين. يعود. آمين. بالسلامة وراحة البال والاطمئنان ويخلي الأمة والشعب. آمين. ويشفينا شر المتعافي. إن شاء الله. بجاه شهر رمضان. يشافوا كل مريض. طب سؤال، طبخها طيب لو لا بالله عليك؟ لا متوفي. طيب؟ لا متوفي. طبخها؟ طب زين لو لا؟ والله. يعني ما تجاملها هسه؟ لا لا لا. ما طبخ الباشا والدوم. وخاصة الكبة. قوية بالكبة يعني. حج الطاشة الطاشة اللي عاز بالكبة. كبة. زين. اليوم الحج يحب ياكل بالمطاعم لو من يدك؟ لا ما بالبيت. ما بالبيت؟ بالبيت. يحب أكل البيت. اي أحسن سوق. مو؟ اي يعني أنا أطلع يعني حتى لو أجوع 8 ساعات. البيت هو أهم من أنظف. يعني أنظف وتعقيم ويعني صح. بيت هذا بالشارع يعني صيب بيت دخان والسيارات صح. وبعد بعد طبخة زوجتك بعد يفرق حتى لو أفضل شيء بعد أنت خلاص تأم الزوجة مو؟ لا ها تأم الزوجة بعد الطبخ. لا بالعكس ما جاملاني. اها يوم بيت وهي. يلا يا رب ان شاء الله يديمكم على خير. امين رحم الله والديك. ودائما ان شاء الله يا رب نشوفكم بخير. علينا وعليكم. والانسان الرجال المرأة يكون يخلص يعني صح. خلاص واحد طبعا لاني من يكبر ومن يوقع ما حد يفيده بس ما تفيده. فعلا هي سند وانت سند لها. هي صحيح هذا. صح. الله يحفظكم إن شاء الله البعض. أنا أشكرك ورمضان كريم عليكم مرة أخرى. عليكم إن شاء الله. حياكم الله. شكرا جزيلا. يبارك فيكم. السلام عليكم. رمضان كريم حبيبي. سعد الله أيامك. الله شلون نشوف أجواء رمضان هنا؟ والله الأجواء الحمد لله زينة. بس يعني شغلة المسواق. شغلة شنو الغلاء؟ أي والله. هاي الغلاء ده يعانون من عند الناس. أي والله. هي بس هاي يعني. السوق مرتفع. أي والله مرتفع حيل. وأكو عالم يعني ما عنده. زين وين تروح هذا المو عنده يعني وين يروح؟ صح. زين بس هاي الأجواء الحمد لله. زين يعني أنت زين. تشوف إنه رمضان متكامل. اي والله متكامل. ناقصه فقط ال اي والله بس يعني ان شاء الله المسواق ما مسواق زين الحمد لله. زين اليوم انت موجود بحضره القادريه. شنو اللي يميز هذا المكان عن بقيه الاماكن؟ والله هنا شوي نرتاح احسن. يعني والله مكان واحد يرتاح به. زين الحمد لله يوميا يعني يوم بالكاظم يوم الإمام حضرمان الشيخ عبد القادر يوم أبو حنيفة يعني يوم أيه. أنت كان. أنت تقسم الأيام برمضان بكل أيه. مكان أي بكل مكان حسب جولتكم أي بكربلة بالنجف يعني أنا عسكر يعني من ننزل بجازتي لازم أريح أهلي بهاي البقالة بالضبط. أي والله وأنتم الله يعينكم برمضان يعني أيه همين دوام وهمين أيه صيام وشغلة البديل همين يعني إن شاء الله البديل لو بس يرجعون البديل شوية نرتاح والله يعني أنا دوام بالموصل بربيعة ينطيني 7 ايام وانا اروح بيها 7 ايام يعني فد يوم يومين يوم ونص طريق اي يعني اروح يوم واجي وارجع بيوم يومين تبقى على 5 ايام يعني هالخمس ايام هم تكفيني يعني هم يعني كم يوم الدوام 15 14 يوم 14 اي والله وانزل 7 ايام الله يعينك زين اي والله والله أوك. موضوع النظام البديل احنا يعني نسولف فيه دائما اي والله ونقول انه ما يضر الوضع الامني يعني ما يضر الخطه الامنيه ولا يضر الامن بالعراق يعني مو تقول عدد يعني مو تقول يعني انا دام يم بيتنا وعادي ما اهتم زين وانا عندي يعني مقدم معامله مع الشهيدين عندي شهيدين اخوتي الله يرحمهم يرحمهم والله والدي. نتمنى لكم زين. الخير ونتمنى ينقر أيوة. قضيه أيوة. البديل اي والله تحياتي لكل قوات الامنيه شكرا جزيلا حبيبي حياك الله ما تبقى الا القليل من تغطيتنا لهذا اليوم من برنامج رمضان هالناس السلام عليكم حجينا السلام ورحمه الله وبركاته رمضان كريم عليك علينا وعليك ان شاء الله وعلى امه محمد الحمد لله اسعد الله ايامك واسعد الله ايامكم ان شاء الله بخير الله وبركه ويام ان شاء الله والموفقيه سلمك حجينا حجينا اليوم انت قاعد في هذه الحضره المباركه تتواجد دائما هنا تجي والله نجي كل 10 ايام هيجي اي والله احنا هم ببغدادي نازلين بس بمنطقة الرشاد الرشاد اي والله اللي بالمدينة اي فوق المدينة فوق المدينة أي. بعيدة نجي نغير جو الله يعينك من نرتاح تعيش الاجواء الحلوة الاجواء الروحانية مسافة بعيدة ايش تسوي لا سيارة الجو احنا يلا ان شاء الله يا ربي الخير الله يخليك انه ولك ان شاء الله هاي المناطق المتعبة اللي يعني ازورها دائما متعبة اي والله اللي مناطق منسية متعبة اي والله الله يعينكم حجينا اليوم شيخ عبد القادر عنده خصوصية عند العراقيين والله الشيخ عبد القادر عنده خصوصية عند العراق من الشمال للجنوب
اي تجي من البصره من العماره تجي زوار تجي من الناصريه صح اي كل بغداد يجي تقريبا كل العراق بالاحرى احس انه اليوم هذا المحبه الفطريه المحبه الالهيه هي اللي جمعها هاي الناس طبعا تم المدينه غيرك من الموصل جاي هي كلها تجي كلها هي هاي الاجواء الروحانيه تجمعك صح يعني تحس انت في شيء غريب هاي قراءه القران تحس براحه صح بالذات من تجي وتلقى الصلاه يعني وتلقى نوبات الذكر موجود يسووا خميس وجمعه انت ترتاح نفسيا ترتاح صح شنو دعواك بشارع والله ادعي للعراق اللهم نقول اجعل بلد رخاء وبلد رخص وبلد امان ان شاء الله احنا هسه بس للرخص للفقير صح بصراحه احنا يمكن نتمكن ناكل لقمه بس اكو غيرنا تعزه والله حتى المتمكن ايه والله اليوم يعني ايه والله من يرتفع عليه كل شيء هذا هم انا من جيبه من حاله والله ما يديرون بال بسم الله ما يديرون بال بس هي واحده من اثنين لو ندعي ندعي من الله نهديهم لو ندعي احنا ما نقدر ندعي عليهم لان ماكو ما واحد بيدعى دعاء مستجاب ولا قاعدته فنقول اللهم اهديهم اللهم ليل قلوبهم على الناس الفقراء وعلى البلد هذا لا يضيعونا اياه هذا البلد صح. بلد تاريخ والله اي والله يا ابني هذا بلد تاريخ هذا حرام ما يضيع طبعا ولا الدولة لا ما يضيع والله ضيعوا ما يضيع ان شاء الله ما يضيع تعبنا تعب بس ما يضيع تعبنا ربي يحفظ العراق الله يخليك يحفظ وشكرا جزيلا ورمضان كريم عليك علينا وعليك حياكم الله شكرا جزيلا هذا ما يسمح به النصف الاول من حلقتنا لهذا اليوم من رمضان اهلنا راح ننتقل الى داخل الحضره القادريه الشريفه وحنلتقي باحد مشايخ الحضره القادريه نتحدث عن الجانب الديني نتحدث عن الجانب الروحاني في ايام شهر رمضان المبارك وبقيام فاضل اليوم نتحدث عن الحضره القادريه هذا المكان الديني والرمز الديني المقدس نتحدث عن كيف تدار أركان هذه الحضرة في تحديدا في شهر رمضان والطقوس الحضرة القادرية في شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه بدأ نقول حياكم الله حيا الله قناة الفلوجة في هذا اللقاء وفي رحاب سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول الشاعر يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فأنا نشأت منذ طفولتي هنا كنا نبيت في الحضرة القادرية ونروح لها إن خميس الجمعة فتعايشت مع كل ظروف تعايشت مع حتى الناس هنا اللي يسموهم مجاذيب اللي نعم. حتى الزوار أغلبهم يمكن يعرفوني نعم. وإلى الآن معرفتي بهم ممتدة إلى 30 سنة ويعني هناك أسماء كثيرة حقيقة بالنسبة لطقوس الحضرة هذه المحلة تعتبر من محاليل بغداد التي كانت تمتاز في عهد الدولة العثمانية بطقوس خاصة وكل احتفال رسمي تابع الدولة العثمانية كان يقام هنا لماذا؟ لأن بغداد تعتبر يعني هي ضمن السور هذا المسجد يعتبر ضمن سور بغداد داخل نعم. السور فيعتبر هذا المسجد هو محط أنظار الولاة والعلماء والمشايخ وكان لا يجلس هنا للتدريس والإفتاء إلا المفتي العام لبغداد وحتى قبيل سنوات عند وفاة حضرة مولانا المدرس عبد الكريم نعم. كان هو إمام بغداد وشيخها وعالمها وأستاذها ومفتيها طيب شيخنا الفاضل عذرا مقاطعة بالنسبة للعفو بالنسبة للطقوس الخاصة هو أنا أرد أجي بس اليوم أنت معايش أكثر من أو 30 سنة نعم. لكن في كل سنة أكو أجواء رمضان فأتوقع هذه الأيام المحببة للجميع أكيد ولكم هو حاجة. رمضان قلت لك يعني هذه محلة تعتبر لها فد يعني ماضي عميق وعريق في أذهان الناس فبالنسبة للعوائل في رمضان أغلب العوائل تأتي قبل الإفطار وتعد المائدة وتفطر هنا مع الإفطار الذي تقدمه الحضرة نعم. يعني هذا الإفطار يمكن ما لم ينقطع أبدا على مدى مئات السنين
منذ عهد سيدنا عبد القادر وإلى الآن إلا في ظروف استثنائية جدا. وتأتي حقيقة أيضا الشخصيات العامة والشخصيات الخاصة أيضا اللي يعني هم خواص الناس وعوام الناس يأتون لزيارة الحضرة القادرية، وخصوصا في ليلة 27 من رمضان، كون هنا عندنا محاسن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الشعرة التي جاء بها السلطان مراد الرابع إلى الحضرة القادرية. هذه الشعرة المباركة تعرض في الحضرة في 27 من رمضان فقط تعرض، من كل سنة تعرض، وهي تعد الشعرة الوحيدة في العراق التي بها سنة العثماني. جاء بها السلطان مراد الرابع بعد أن صار سلطانا للدولة العثمانية، وجاء طيلة الطريق لا يخلع عمامته ولا يعطيها الخدم ولا يعطيها والدته، فلم يعلمهم سبب ذلك، فحينما وصل فل العمامة وإذا بها شعرات من شعرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة سيدنا عبد القادر الجيلاني. طيب. ولحضرة سيدنا النعمان. شيخ الفاضل تحدث عن المطعم المجاني، هكذا يسمى؟ هو له تسميات كثيرة، له احنا قبل نسميه شوربخانة. شوربخانة. شوربخانة فيها من الوثائق كثير. انا كنت مسؤول عن الوثائق والمخطوطات فترة من الزمن في الحضرة، فاطلعت على وثائق كثيرة من السلطان عبد العزيز ومن السلطان عبد المجيد والد السلطان عبد الحميد خان، ومن السلطان عبد الحميد وغيرهم من السلاطين الذين كانوا يعطون أو يساهمون في الشوربة خانة على طيلة أيام السنة. لماذا؟ حضرة قادرية كانت في رمضان وغيره هي محط الزائرين الذين يذهبون إلى مكة والمدينة، كانت هنا محطة استراحة. مفهوم. فالسلطان العثماني كان يعطي الحضرة القادرية وفق فرمانات أموالا لإطعام الطعام على مدى السنة كلها، بالإضافة إلى بيت الجيلاني هم، والآن على رأسهم السيد خالد الجيلاني، هم أيضا متكفلون بهذا الأمر منذ مئات السنين، يعني لم ينقطع. شوربة خانة هو مطبخ الخيرات. طيب. يسمونه مطبخ الخيرات لهذه اللحظة، هو المطعم إلى الآن قائم. يعني برمضان أيضا تقدمون رمضان فطار. تصير وجبة إضافية. احنا نعطي باليوم وجبتين في رمضان، تصير ثلاثة، لأنه أكو ناس عندنا هذول مسجلين. طيب. تعطى وجبتهم غداء، تعطى هم يضموها للفطور. نعم. هذول ثابتين يجون، تضاف لها الفطار، تضاف إلى أكو سلة رمضانية تعطى أيضا للفقراء الذين هم يعني من رواد الحضرة القادرية ومن أحباب الحضرة القادرية من المتعففين. والإفطار يكون عام، يعني يقعد ويانا السيد خالد وأنا نقعد كنا سفرة عامة. سفرة عامة اليوم. طيب. يعني أكلنا منها. زين، ما تبقى إلا القليل. سؤال أنا دائما يعني أسأل بيني وبين نفسي. نعم. الشيخ عبد القادر الجيلاني رضوان الله تعالى عليه، لماذا لم يختلف عليه المسلمون؟ كونه كان يعني أولا هو كان من أهل العلم، ولم يختلف عليه الحنابلة والشافعية والأحناف والمالكية وكل أهل الله ممن كانوا يعاصرونه ومن جاء بعده. حقيقة هذا وترجع لحقيقة الأمر هو سر إلهي، يعني هذا قبول من الله فيه ولا. ولكن لو نأخذ بالأسباب التي يعني قرأناها في التاريخ، أن سيدنا عبد القادر لا كما يصوره بعض المتصوفة، وأرجو يعني أنه هاي المفردة مفردة متصوفة الذين ينسبون أنفسهم للتصوف. نعم. يصورون للناس أن سيدنا عبد القادر كان جالسا طيلة النهار والليل، ما يسوي ما عنده شغل عمل، بس يسوي بس العبادة بس كرامات يفكرون. يصورون للناس يعني. مفهوم. بينما لو تقرأ تاريخ سيدنا عبد القادر كان يقيم الليل ولا ينام، وكان يطعم الطعام، وكان يدرس الطلاب، وكان يجلس للوعظ، وأعدى الأعداء، خلينا نقول العلميين مو عداوة، يعني اللي هو كان مناظر أو يعني قرين له أو نظير، هو أبو الفرج الجوزي، يعتبر واعظ بغداد وأشهر من وعظ في بغداد، وإلى الآن كل واعظ في العالم الإسلامي
إذا ما جلس على كرسي الوعظ لابد أن ينتهل من علم ابن الجوزي. فلان بعد أن تكلم عن سيدنا عبد القادر بالسيء عاد في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ونقل هذا الكلام سبطه والذي كان حنفيا يسكن الموصل، قال: واجتمع على عبد القادر خلق كثير ضاقت بهم أرجاء المدرسة، فخرج إلى سور بغداد للوعظ فتاب على يده العصاة وأسلم على يده اليهود والنصارى. ما شاء الله. هذا كلمة يعني شخص خلينا نقول مناظر أو قارين تنافس دينه، والفضل ما شهدت به الأعداء. صح. شيخنا البغداد نقولها. أي نعم بغدادي. بأجواء رمضان لحد فترة ما قبل السحور كفت يعني فد جو روحاني لطيف يعني عبر القادر دائما. هذا تلمس جنابك عند الناس، تشوفها موجود في وجوه الناس عند العبادة قراءة يعني القرآن. يمكن جنابك قبل شوية ما أعرف سمعت الناس من كملة ثاني صلاة جو علي يعني يقولوا ليش عفت الصلاة يعني المفروضك تكمل بعد. بالضبط. هذا يدل على أنهم يعني متعايشين مع هذه الروحانية في هذا المكان أو مع القرآن أساسا. بالضبط. القرآن يعني حقيقة لأن الله جعل هذا الشهر جعل القرآن فيه مزية على باقي الشهور، فشوف الناس تستأنس بالقرآن، وإذا كان في المكان هذا المكان مثلا لك يعني له في قلبك شيء للحضرة القادرية أو جنابك مثلا حتى إذا من الحضرة القادرية أكو أماكن أنت عندك في مخيلتك لها قدسية. نعم. من تروح لها تشعر تحس أنه الهموم خلف ظهرك. صح. وتقبل على القرآن وتقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا ما نلمسه عند البسطاء حقيقة. أنا أحب أنه أحس بروحانية المكان لما أشوف البسيط وارتاح هنا. شيخنا الفاضل آخر دعواك يا شنو هنختم حوارنا مع جنابك؟ أولا من الأخير يعني من نشكركم على هذا اللقاء. حياك الله. أنا نشكرك إن شاء الله جهودكم مباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه القناة. حياك الله شيخ. وأن نعيش في بلدنا بأمان، وهذا ما يتمناه الجميع، وأن يعيش الشاب العراقي كحال يعني الشبان في بلاد الخليج وغيرها، هذا ما نتمناه حقيقة. وكنا نتمنى أنه يكون وقت أوسع وأطول حتى نأخذ معلومات منكم أكثر ونحاوركم في أمور أوسع. هذا ما يسمح بوقت البرنامج. إلى حلقة أخرى من رمضان أهلنا، نلتقيكم دائما على الخير والمحبة. في أمان الله.